البداية غادي تكون مع إسماعيل، غادي يشوف بأنها لا كتوجد الورد والحلوى وكتقاد باش أنها تخرج. غيقول لها فين بالسلامة هاد المرة وفين غادية بهاد الشي. غادي تقول ليها غادي نمشي عند مرت ولدي ريم وغنحاول أنني نخليها تصالح مع إلكار. غيقول ليها ما فهمت أنا علاش عاطي لهاد البنت هذيك أكثر من قيمتها، صافي مشات بحالها الله يهنيها. غادي تقول ليه اش هادشي كتخربق، واش كتعرف الأهمية ديال ديك البنت؟ وغادي تقول لي هاد البنت هادي بالنسبه ليا انا راها ورقه ديال الربح، الاب ديالها لابس عليه بزاف والكلمه ديالو مسموعه في هاد البلاد هادي، وعزيزه عليه بنته بزاف. ولا تحكمت فيها هي فبحال تحكمت في الاب ديالها، وزيد عليها عندها بزاف المتتبعين في الانترنت اللي كيبغيوها بزاف، فغتقدر غير بكلمه واحده منها تخليهم كاملين يوقفوا مع الابن ديالي ضدك قليلة الحياه ديال الآلاء. إلكار اللي غادي يكون واقف قدام باب ديال الآلاء وكيتسناها غير تخرج باش يدوي معاها، هي ملي غادي تشوفه غادي تعصب بزاف وغادي تكون غادية باش ترمي داك البوكيت فلوغ اللي كان جاب ليها. بهار اللي غيكون كيعيط ليها هارون، غيقول ليها سمحي ليا بزاف حتى صدعتك في هاد الوقيته هادي، ولكن ديك النهاريات ما كملناش الهضره ديالنا على ود الموضوع ديال بنتك والاجهاض ديالها. غيقول لها شوفي انا راه درت بعض البحوث وقلبت في المستشفى اللي كانت نعسه فيه بنتك، ولكن ما لقيت حتى شي دليل اللي كيبين بانها كانت حامله ودارت اجهاض، ولكن الا تعاوننا بجوج بينا وخليت المحامي ديالك يتلاقى مع المحامي ديالي فراه نقدروا نبينوا بان بنتك كانت حامله من داك السيد ودارت اجهاض. غادي تقول ليه السي هارون عافاك صافي بركه، حتى لهنا بركه، هذه مساله عائليه وحنا هضرنا العائله بيناتنا وقررنا باش اننا ما نستخدموش هذه الملفات ديال الحمل ديال بنتي في القضيه ديالها مع إلكار. غنقول لها ولكن علاش راه هاد المساله ديال الحمل ديال بنتك من داك السيد لا تقدر تبدل المجرى ديال القضيه تماما. غادي تقول ليه صافي هذه مساله عائليه ودويت فيها مع عائلتي فخدينا القرار ديالنا بلا ما تعاود تدخل في هذا الموضوع هذا مره اخرى وخليك بعيد علينا صافي، وغادي تقطع عليه. ريم اللي غادي تكون سمعاتو كيهضر في التليفون غادي تجي كتجري عنده، غادي تقول ليه واش كنتي كتهضر مع إلكار، واش عاوتاني حاول انه يقنعك باش يرجع ليا؟ غادي يقول ليها لا ما كنتش كنهضر مع إلكار، وغايقول لها دابا سيري طلعي للغرفه ديالك راه غتلقيني حاطط لك واحد الوراق مهمين تما كاينه بزاف. ملي غادي تطلع غادي تلقاهم الوراق ديال الطلاق وهي كتقرا فيهم في البنود ديالهم. غادي تجي عندها الخادمه وغادي تقول ليها الحمات ديالك هاله راه جات عندك دابا وكتسناك في الصالون. غادي تهبط عندها بالورق ديال الطلاق وغادي تعطيهم ليها، غادي تقول ليها وصلي هاد الورق هادو لولدك وقولي ليه يقدر يعيش الحياه ديالو مع البنات كيف ما بغى. غادي تقول لها تبارك الله على باباك ما ضيعت كاع الوقت غير وجد لك الورق ديال الطلاق. غادي تقول لها انا اللي وجدتهم، انا اللي عيطت للمحاميه ديالي وطلبت منها انها توجد الوراق وقلت لها بانها دير طلاق عادي حتى انا ما بغيت حتى شي سنتيم من عندكم. غادي تقول لها كيبان ليا بانك زربتي بزاف ملي خديتي هذا القرار. غادي تقول ليها ريم صافي بركه لا عندك شي ستيلو عطيه ليا نتسني به هاد الورق هادو نحيدو علينا دغيا. غادي تقول ليها شوفي راه تسنين في الوراق ديال الطلاق ماشي بحال اللي كتحيدي الخاتم من يدك وترميه عليه، راه الطلاق صافي يعني بانكم غادي تفرقوا بصفه نهائيه وما غاديش تعاودوا ترجعوا لبعضياتكم. فديك الساعه غيجي الاب ديالها وغيجبد واحد ستيلو من المجر وغيعطي لبنته باش تسني في دوك الوراق، فغادي تسني عليهم وغادي تحيد الخاتم من يدها وغادي تحطهم تما كاينه باش تديهم الاء الولد ديالها يسنيهم حتى هو. من بعد غادي تطلع البيت ديالها وغادي تبدا تبكي تما كاينه. غيجي عندها الاب ديالها وغيقول ليها شوفي بنتي راكي خديتي احسن قرار في حياتك، هاد السنين كامله اللي ضيعتي معاه انا كنقول لك بان هذا هو احسن قرار خديتيه فبلا ما يبقى فيك الحال. هالا اللي غادي تكون جابت الوراق ديال الطلاق حتى للولد ديالها باش يسنيهم، هو من غيشوفهم ما غيتردد حتى لحظه وغيسني فيهم دغيا باش يسالي هاد القضيه هادي. الاء اللي غادي تكون في الغرفه ديالها وغادي تكون معها بنت خالتها هاندا، غادي تقول لهم واش سمعتوا اخر الاخبار راه إلكار وريم تطلقوا مع بعضياتهم. في العشيه غنشوفوا الاء جالسه في الحديقه ديالهم وكتعطي القطيطات باش ياكلوا، فغادي تسمع الحس ديال شي حد جاي من موراها. ملي غادي تدور غادي تلقى إلكار جا لعندها. ملي غتشوفو غادي تقول ليه غتمشي في حالك دابا من هنا ولا دابا غادي نعيط في التليفون للشرطه وغنخليهم هما يجيو يدوك من هنايا. غيقول ليها عافاك بغيت نهضر معاك غير على الطلاق ديالي. غادي تقول ليه انا الطلاق ديالك ما كيهمني في حتى شي حاجه. غادي يقول ليها راه غادي نطلق من ريما الاء، غادي نتهنى اخيرا. غتقول ليه راه قلت لك انا الطلاق ديالك ما كيهمنيش وزيدون انا ما بغاش نشوف حتى وجهك. غيقول ليها انا دابا غادي نمشي ولكن كوني متاكده بانه كل نهار غادي تبداي تشوفي وجهي. غادي تقول ليه غتمشي في حالك دابا ولا غادي نعيط؟ غيقول ليها انا غادي ولكن غنعاود نرجع كوني متاكده. الغد اللي غادي نشوفوا الجلسه ديال ريم وإلكار، غادي يكونوا جاوا بجوج المحكمه وكيتسناو الجلسه ديال الطلاق ديالهم تبدا.
فملي غيدخلوا غادي تقول لهم القضيه بما انكم بجوجكم وقعتوا على الورق ديال الطلاق وبانكم متفقين انكم تطلقوا وبما انهم عندكمش الاولاد ولا شي حاجه مشتركه، فغادي نسولكم الاخر مره واش باغيين تطلقوا من بعضياتكم. ريم غادي تقول ليه اه، الكر حتى هو غيقول ليها اه باغي نطلق، وغادي تنهي الزواج ديالهم ديك الساعه. من بعد انتهاء الجلسه ريم غادي تمشي للدار ديالهم وغادي تبدا تهرس اي حاجه لقاتها قدامها لحتاش غادي تكون ما تقبلاتش الطلاق ديالها من الكار، فغادي تمشي دير واحد اللايف وغادي تبغي تخرج فيه الاعصاب ديالها، غادي تقول لهم ايوا صافي دابا تهنيتو احنا اخيرا طلقنا مع بعضياتنا، 6 سنين كامله اللي دوزناها كلها مشات للقمامة بحال ما عمرها ما كانت. وغادي تقول لهم انا عارفكم غادي تكونوا فرحانين بزاف، خصوصا واحد البنت اللي سميتها الاء يوكسال، وانا بغيت نوجه لها واحد الهضره من هنا كنقول لها دابا تقدري تفرحي وتقدري تمشي تزوجي بالكار كيف ما بغيتي، وغادي تقول لها بلا ما يبقى فيك الحال حتىش جهدتي الولد ديالك، دابا تقدري تعاودي تولدي ولد واحد اخر، انا ما بقيتش عائق قدامكم. ويلا تزاد عندكم هاد المره هادي ولد انتم ديجا اختاريتوا له الاسم ديالو قلتوا غادي تسميوه فادي، على ما سمعت انكم البنت اللي ما كنتوش عارفين شنو باغيين تسميوها دابا تقدروا تسميوها ريم، هاد السميه راه زوينه بزاف وكنصحكم بها. هذاك اللايف غادي تكون شافته حتى العائله ديال الاء، وجداتها غادي تطلع للدار ديالهم وغادي تبدا تغوت على الام ديالها، غادي تقول لها واش شفتي الفضيحه اللي دارت لينا بنتك، كانت حامله من سيد ودارت اجهاض ودابا تركيا كامله عرفت هذا الخبر هذا، دابا انا باش من وجه غادي نخرج للزنقه وباش من وجه غادي نتلاقى مع عائلتي. ديك الساعه مراد غادي يكون جا للدار وغيسمع ديك الهضره كامله. الام ديال تيمور من بعد ما غادي تمشي حتى هو غادي يبدا يغوت على بهار، غادي تقول لها واش شفتي بنتك شنو دارت لينا، هاي بسببك الام ديالي غادي تجيها شي نهار سكتة قلبيه وانا غادي يدخلوني للحبس. غيجي الولد ديالو غيقول ليه بابا واش بصح غادي يدخل السجن، غادي تقول ليه الام ديالو لا لا هذيك الهضره ما منها والو. الاء اللي غادي تخرج من الغرفه ديالها وغدير براسها بحال ما سمعت حتى شي حاجه من ديك الهضره اللي تقالت، وغادي تمشي عند خوها، هو ملي غيشوفها غيدفعها وغيقول ليها بسببك انتيا كلشي ولا كيغوت على ماما، وبسببك الجده ديالي غادي تموت وبابا غادي يدخلو للسجن، وغادي يدفعها غيقول ليها كون غير بقيتي في داك المستشفى وكاع ما جيتي للدار وانا ما بقيتش كنبغيك ما بقيتش كنحملك سيري علينا من هاد الدار هادي انا كنكرهك، فغيدفعها وغيمشي كيجري للغرفه ديالو. الاء غيبقى فيها الحال بزاف من بعد هاد الهضره اللي سمعت من عند الاخ ديالها. الغد لي غادي نشوفوها استجمعت القوه ديالها كامله وناضت ولبسات وقادات باش غادي تمشي للجامعه، وغادي تكون كتحاول انها تصرف عادي بحال ما عمرها ما وقعت ليها شي حاجه، غادي تقول لها امها بلا ما تمشي دابا للجامعه حتى تولي شويه بداكنه وتكوني قادره انك تتحملي داكشي اللي غادي، غتقول ليها ماما صافي عافاك انا كنشوف راسي مستعده انني نمشي للجامعه وزيدون حتى لهين غادي نبقى مسد عليا في هذا البيت وجالسه هنايا، انا ما خصنيش نضيع عام ديال القرايه ديالي، غادي نمشي وغادي نكمل من ديك النقطه اللي وقفت فيها. فغنشوفوها من بعد مشات للجامعه هي والاصدقاء ديالها، كل شيء في الجامعه غيكون كينعت عليها وكيهضر فيها، غتحاول انها ما تديهاش حتى شي واحد في الهضره ديالو وغتحاول انها تتصرف عادي بحال اللي كانت كتقرا في الجامعه قبل ما يوقع ليها هذاك المشكل، وغتجي عند واحد البنات صحاباتها وغادي تبدا تهضر معاهم ولكن غيسمعوها شي هضره اللي قاصحه بزاف، ومن بعد غيمشيو من تما كاينه وغادي يسمحوا فيها. الاء غادي يبقى فيها الحال بزاف وغادي تمشي من بعد الحمام، ملي غادي تدخل غادي تكون متوتره بزاف حيتاش ما قدرتش تستحمل ديك الهضره كامله اللي سمعت عليها. دوك الصديقات ديالها عاوتاني غادي يجيو للحمام وغادي يبداو يهضروا فيها وهي غادي تسمع ديك الهضره ديالهم كامله، فغتبقى كتبكي بزاف لحتاش اخر وحدين كانت كظنهم انهم يقدروا يهضروا فيها هما الصديقات ديالها اللي ما كانتش كتفارق معاهم قبل ما يوقع ليها هذا المشكل، فغتخرج كتجري من الحمام وغادي تمشي عند عمر والصديقات ديالها وغادي تقول لهم عفاكم خليونا نمشيو دابا هي للدار ديالنا ما بقيتش قادره نستحمل نبقى هنايا.